بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أول درس في دروس الوورد، وفي الدرس ده إن شاء الله هنحاول إن احنا نشوف تمرين معين، واخد بالك، ونبتدي نحله وننسقه ونحفظه بصيغ مختلفة. المطلوب يا جماعة إن أنت تكتب الكلام دوت في الوورد عندك، تفتح الوورد وتكتب الكلام ده عندك في الوورد، بس تراعي الحاجات اللي هتبقى موجودة في التمرين. انت تكتب الوثيقة دي اللي هي الكلام دوت في 10 دقايق، وطبعا هتراجب سرعتك عن طريق استخدام عدد زمني اللي هو الستوب ووتش، وتحاول تكتب بطريقة اللمس قدر المستطاع. وبعد كده هنبتدي ننسق الوثيقة ديت باستخدام برنامج الوورد. تمام، هنشوف مثلا الخطوط، هنشوف التنسيق بتاع الفقرات، هنشوف مثلا التنسيق بتاع السطور ديت، هنعمل ترقيم للصفحة، هنعمل برواز للصفحة. تمام كده، وبعد كده هنشوف موضوع حفظ الوثيقة بامتدادات مختلفة، زي امتداد الوورد اللي هو الدوكيومنت اكس، وزي امتداد البي دي اف، وامتداد الاكس بي اس. طبعا انا عشان اوفر في الوقت كتبت الكلام، يعني انا مش هقعد اكتب طول الوقت والكلام ده كله، فانا كتبت الكلام بس هركز على موضوع تنسيق الوثيقة. فانا لو جيت فتحت هنا الملف، انا حافظ هنا اهو على اساس ان هو ملف البدايه، وان شاء الله هرفق لكم الملفات اسفل في رابط اسفل الفيديو. فالمطلوب منك ان انت تبص للتنسيق وتبتدي تشتغل عليه. يعني تعال حاجه نشوف، ادي الوثيقه كاننا كتبناها في 10 دقائق بالظبط. طبعا ماشي كده. طبعا انت بتفتح ملف جديد، الملف هنا، و عشان نشوف، بتفتح الوورد نفسه، وبعد كده بتبتدي تختار جديد، ويطلع لك مستند فاضي تبتدي تكتب فيه الكلام اللي انت عاوزه. فكأنني ان انا فتحت ملف جديد وكتبت لك الوثيقه، او كتبت الوثيقه، وهنبتدي بس نركز على التنسيق. فالتنسيقات اول حاجه بنلاحظ ان الكلام كله او معظمه، فقرات بالذات، معمول لها ضبط. ايه ضبط كلي؟ فانا هاجي هنا اول حاجه هروح محدد على كل حاجه، واديني اكبر خط شويه وليكن مثلا على 14 افتراضيا، وبعدين هاجي هنا واعمل لها ضبط كده، حصل لها ضبط. ايه ضبط كله كل النواحي. وبعد كده هبتدي افرد السطور، باجي هنا في تباعد الاسطر ديت، وابتدي اغير تباعد الاسطر وليكن مثلا على 1.5. دي اول خطوه. يبقى اول حاجه عملت الضبط الكلي للفقرات، وبعدين بدات افتح السطور عن طريق تباعد الاسطر ديت. طيب الخطوه اللي بعد كده هنشوف العناوين. ابص كده هنا في الوثيقه هتلاقي العنوان ده مكتوب بخط. شايفين الخط ده يا جماعه؟ مشهور جدا، اسمه البي تي بولد هيدنج، وده معروف عشان العناوين مثلا الرئيسيه، يعني ان هو خطه ايه، عباره عن خط زي كده. فانا هاجي مثلا في الوثيقه بتاعتي احدد الكلام ده واخليه في الوسط توسيط، وبعدين افتح مجموعه الخطوط. طبعا انا عندي خطوط كتيره جدا، هتدور انت جوه الخطوط دي على البي تي بولد هيدنج اللي هو ده، بي تي بولد هيدنج. لو حسيت ان انت ممكن يعني يبقى صعب عليك، انت ممكن تيجي هنا، مش عارف هو هيكتب ولا مش هيكتب، وتكتب بي تي. ماشي، بي تي كده هتلاقي بي تي وتفتح معاك البتاية تاني. تمام، هيقول لك بي تي بولد هيدنج هنا، وتبتدي تختار. هختار اللي هو ده، هكبره شويه بدل ما هو 14 خليه كام، 16. 16 كويس، معقول. تمام، وبكده نكون عملنا العنوان ايه الاولاني. طيب تعال نبص للفقره ديت والفقره ديت والفقره ديت والفقره دي. الفقرات دي كلها تمام كده، يعني معمول لها زي تباعد السطر الاولاني. تمام، او معمول لها يعني زي ما تقول ايه، هنسميها ايه ديت، ايدنتيشن، اللي هي تعتبر ايه، يعني مسافه بادئه للسطر الاولاني. ماشي كده، هنيجي هنا ونحدد الكلام بتاعنا، وشايفين المسطره من فوق لو ما كانتش ظاهره من عندك، شايف العلامه ديت، لو ضغطت عليها كده تختفي كده تظهر. تمام، او بتروح على العرض هنا وتشوف المسطره، لو ما كانتش ظاهره تقدر تظهرها. دي كده معاك ودي معاك. طيب هنا انا ممكن اعمل ايه؟ المسطره شايفين مكونه من مثلث من فوق ومثلث من تحت ومربع، يعني مكون حوالي 4 اشياء. المربع نفسه يحرك لك كل حاجه. تمام، كنترول زد. المثلث اللي فوق يحرك بس الصف الاولاني، السطر الاولاني اسف. تمام، ده اللي احنا عاوزينه فعلا، هو حرك لك بس ايه، السطر الاولاني. المثلث اللي تحت ده بيحرك لك كل السطور التي تلت سطر الاولاني، يعني لو مسكت كده وسحبته يبقى السطور اللي تحت السطر الاولاني بتتحرك معاك. تمام، هنعمل تراجع، بس احنا عاوزين بس السطر الاولاني عشان هو ده بدايه الفقره بتاعتنا، يكون واخد مسافه حوالي نص سنتي زي كده مثلا، او سنتي على حسب ما انت عاوز. تمام،
وهنحاول نشوف لو احنا عملنا كده واخترنا نسخة تنسيق وعملنا نسخة تنسيق على الفقرة ده هيحصل ايه؟ هيدي نفس ايه الكلام، نسخة تنسيق وجينا هنا نسخة تنسيق وهنيجي هنا. يبدو ان انا فتحت الكلام كتير شوية عن المطلوب، فاحنا ممكن نخفض السطور دي نشيلها بهذا الشكل، مش محتاجينها زي دي عشان تيجي جوله في صفحة واحدة. اوكي طيب هنيجي بعد كده نشوف العنوان التالي دوت اللي هو هنا. هنبص كده في الكلام المكتوب دوت، هنبص لك بخط مختلف. انا مش عايزك تلتزم بالخط على قد ما تفهم الفكره ايه. الفكره ان ده عنوان عشان يسبقه عنوان تاني، تمام، او يليه عنوان تاني، فانت عاوز نصك العنوان بالشكل ده بحيث انه يكون مميز عشان اللي هيقرا يعرف ان اللي بعديه هيبقى فيه نقاط يعني او فيه حاجات تانيه فرعيه منه، تمام كده. فانا هاجي هنا كده يا جماعه واخش هنا مثلا واحدد الكلام بتاعي وابتدي ادور على خط، اي خط يكون مناسب معاك اشتغل بيه مفيش مشكله. اقول لك مثلا خط زي كده، ده خط بارز يعني، في خط زي كده لو الحر ده ماشي، فانت الخط اللي هو هتحس ان هو يمشي معاك بس يميزك النص خده، مش مشكله عندي. طبعا برضو لازم نعرف في موضوع الخطوط في حاجات هنا شغاله يعني. ان لما يجي لك الخط مثلا مكتوب بالانجليزي وبالعربي معناه ان هو داعم للانجليزي وداعم لايه للعربي، تمام، دي معناها تمام. فاحنا هنشوف برضو ايه مثلا خط يكون مميز، هننزل تحت شويه في خطوط كتير اهي، الخط ده كويس، الخط ده كويس، الخط ده كويس. لو ما عندكش خطوط انت ممكن تدخل على الانترنت وتجيب خطوط، خاصة لو انت هتشتغل في مجال الداتا انتري او ادخال البيانات او ان انت هتمسك مثلا شغل سكرتارية او الكلام ده كله، فمستحسن ناخد الخط ده ونشوف. يستحسن يكون عندك مجموعة كبيرة من الخطوط. انا عندي هنا يمكن اكتر من حوالي 2000 خط في الانترنت في الكمبيوتر بتاعي. الخطوط هتلاقيها متوفرة في المنتديات وهتلاقيها متوفرة في كل حتة يعني، بس اكتب خطوط هتلاقي كم كبير من الخطوط هتطلع لك. هناخد ده مثلا تمام، وهنكبر خط مثلا نخليه على 18 ونديله اي اديله اندرلاين اللي هو تسطير بهذا الشكل كده يعني. حطينا او برزنا الخط. لو حسيت برضو ان الخط مش تمام يعني برضو تشوف خط تاني عاوز افضل بحيث يبرز النقاط اللي تحت دي، ناخد ده كويس تمام، هيكون بهذا الشكل. طيب نشوف اللي بعد كده، بس ده معمول له فقط بولد هو ودوت وده بولد يعني اسود عريض. هنيجي للوثيقه نحدد دوت، نضغط بي، نضغط نسخه تنسيق تاني، نسخه تنسيق تالت كده، عملناهم بيهات كلهم اللي هو بولد اللي هو اسود ايه عريض، تمام. تعالى بعد كده نشوف المكتوب تاني. خلاص كده بالنسبه لتنسيق النص نفسه خلص. تعالى نشوف حكايه الليتر. الليتر بيجيبه منين؟ هتيجي هنا في تخطيط الصفحة لو انت شغال على ال 2010 في تخطيط الصفحة، وهتيجي في حد الصفحة اللي هي ديت، وهتلاقي في حدود انت ممكن تعملها بالنظام دوت اللي هو النمط، وفي حدود انت ممكن تعملها بايه بالصورة. طبعا اللي عامله هو عامله بالصورة يعني، افتح الصورة هنا وابتدي اجيب صورة من دول، هنزل تحت 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 وابتدي ادور على اي شكل النمط اللي هو عامله دوت، ممكن يكون هو ده تمام. ممكن اكبر الخط شويه اخلي مثلا على 20 اوكي، واقول له موافق. هنا يا جماعه الصفحه نفسها حد الصفحه يكون احاطه، وممكن يكون احاطه بايه بالظل، طبعا احنا بنسيبها على ايه احاطه، احاطه يعني هيحيط بايه الصفحه، ونقول له موافق كده. عملنا ايه الاطاره تمام. طيب عملنا الاطار، قاعد لي بعد كده اللي هنا موجود اللي هو رقم الصفحه دوت. اجيب رقم الصفحه منين؟ هاجي هنا في الوثيقة بتاعتي وهاجي اعمل ادراج، وفي الادراج اختار رقم الصفحة، وهتلاقي في حاجة اسمها ايه اسفل الصفحة اللي هي دي، وانزل تحت وادور على شكل، في شكل ده مناسب ممكن يمشي معاك، وفي عندك الشكل اللي هو عاوزه تقريبا في شكل ده برضه مناسب، الشكل ده مناسب برضو مش مشكله فيه، الشكل ده برضو انا اخده. هتلاحظ ان الرقم غاطس تحت، بس تعالى عليه كده واسحبه لفوق، لو ما جاش معاك امشي بالاسهم. طيب هنيجي معلش ادراك تاني، رقم الصفحه أسفل الصفحة
هنختار الشكل اللي احنا شفناه ده، هنحاول نمشي بلسهم شوية شوية. اوكي يعني يحاول هو بينط منك فوق شوية، فانت تحاول تسحبه مثلا اللي فوق الخط الازرق دوت عشان ما يترش منك، وبتدي بعد كده تظبطه بايه؟ بالاسفل، هيثبت في مكان معين ولكن في مكان دوت. اوكي طيب، بعد ما خلصت يا جماعة عملية اغلاق راس وتسجيل الصفحة، هيبقى عندك رقم ايه؟ ثابت بهذا الشكل. وبكده نكون احنا ايه؟ نسقنا زي ما هو طالب فين في التنسيق. طيب هنيجي بعد كده، بيقول لي بعد ما نسقته وكده احفظ وثيقه بثلاث امتدادات. الامتداد الاول هو ايه؟ الدوكيمنت اللي هو يعتبر امتداد الوورد اللي هو دي او سي اكس، والامتداد الثاني هو امتداد البي دي اف، والامتداد الثالث اللي هو امتداد الاكس بي اس. معنى ايه الكلام دوت؟ الامتدادات دي يا جماعه انا هاخد الملف ده كده واعمل له حفظ باسم، ملف وحفظ بايه؟ باسم، تمام. وهاجي هعمل مجلد نيو فولدر واسميه الملفات المطلوبه، الملفات المطلوبه. اوكي واضغط انتر مره واحده، انتر مره تانيه عشان افتح المجلد ده، وهسمي الملف دوت مثلا مجموعه ام جي اس برو، مجموعه ام جي اس برو. اوكي طيب، هنا حفظ كنوع، هنا بتختار انت النوع اللي انت عاوزه. هو عاوز اول حاجه يكون ايه؟ وورد دوكيمنت اكس اللي هو ده، هنختاره ونقول له حفظ. طيب كده حفظنا دوكيمنت اكس اللي هو وورد. هنيجي بعد كده ملف وحفظ باسم، وهنختار النوع الثاني اللي هو البي دي اف اللي هو ده. ايه البي دي اف دوت؟ البي دي اف ده يا جماعه عباره عن ملف بورتبل دوكيمنت فورمات، اللي هو احنا بنسميه ملف قابل للارسال على الانترنت، بحيث ان الملف دوت ما بيسمحش لحد ان هو يعدل عليه، ولكن فائدته الاساسيه ان التنسيق بتاع الملف بتاعك ما يختلفش من كمبيوتر للتاني. يعني انا دلوقتي نسقت بخطوط معينه عندي وعملت الوان وعملت مش عارف ايه الكلام ده كله، لو انا رحت على كمبيوتر تاني ممكن الخطوط دي ما تكونش موجوده، فتلاقي التنسيق نفسه كله يتلخبط على بعضيه. فانا ممكن اخد الملف ده احفظه بي دي اف واروح اطبعه على كمبيوتر تاني ما يكونش فيه نفس الخطوط بتاعتي انا، تمام، فيطلع بنفس التنسيق اللي انا عامله على الكمبيوتر بتاعي. يعني واحد مثلا عاوز ياخد منك الملف ده وهو مثلا في حته بعيده مثلا، وهتبعته له على الانترنت، ابعته له بي دي اف، تمام، علشان انت تضمن ان الملف دوت يكون بنفس التنسيق، يتباع بنفس التنسيق. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الملف دوت بيكون مقفول، ما يقدرش يعدل عليه، ما يقدرش يعدل عليه الا اذا هو خد الملف الوورد الاساسي. فانا هسميه ام جي اس برو، هيبقى بي دي اف، واقول له حفظ. في هنا اختيارين، اختيار اللي هو قياسي للنشر والطباعه، وده بيديك ريزولوشن عالي وبيكون درجه الجوده بتاعته كبيره شويه. الثاني اللي هو الحد الادنى للنشر، بيديك ملف مساحته صغيره. فلو انت عندك ملف معمول وورد او فيه صور وانت عاوز تقلل حجم الملف ده عشان تبعته على الانترنت بسرعه، خليه الحد الادنى ايه؟ للنشر. ده الفرق ما بين ايه الاثنين دول. هنقول له حفظ يا جماعه، وبكده هتكون تم حفظ الملف بي دي اف، وهتلاقيه اتفتحت حتى ايه على الكروبات ريدر هنا، على الريدر هنا، تمام اهو، لاحظين؟ تمام، ده اللي هو ايه؟ الوورد، شو اسمه دوت، البي دي اف. تعالى بعد كده نشوف موضوع اللي هو نحفظه اكس بي اس. لو انا جيت في ملف هنا وعملت حفظ باسم، هتلاقي بعد الامتداد بتاع البي دي اف هتلاقي في امتداد تاني اسمه ايه؟ اكس بي اس دوكيمنت. لو انا ضغطت عليه زي كده هيقول لي سامي الملف بتاعك، هدي له الاسم بتاعي، هتلاقي الامتداد بتاعه اكس بي اس. طيب الامتداد ده برضو يا جماعه برضو علشان الملف يتقفل محدش يعدل عليه، تمام، علشان اللي ما عندوش الاكروبات ريدر ممكن يلاقي الاكس بي اس ده ويطبعه، لان الاكس بي اس اصلا نازل كده كده مع مين؟ مع الويندوز، وبتفتح عن طريق الدوكيمنت فيور حاجه زي كده مباشره. فلو انا حفظته كده هيتم حفظه اكس بي اس، وهتلاقي في الاكس بي اس فيور اللي هو تبع الويندوز نفسه بيبقى نازل مع الويندوز، فتحه لك، بس هتلاقي ان الريزولوشن بتاعته ايه؟ يعني شويه قليله، تمام كده، وبرده الملف ده غير قابل للتعديل، وفي الحاله دي انت ممكن تطبعه مباشره. برده يعتبر ده نوع من البورتبل دوكيومنتس فورمات اللي هي بتتبعت على الانترنت، يبقى ممكن تطبعه اكس بي اس وممكن تطبعه بي دي اف، تمام. وبكده نكون خلصنا التمرين الاول في وورد،
وان شاء الله نلتقي في التمرين التاني بعد كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك عليه، ولو عجبتك القناة اشترك فيها دعما للقناة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.